وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فمن هم الجن؟ ومما خلقوا؟ ومتى خلقوا؟ وما هي صفاتهم؟ وما هي العلاقة بين الجن والملائكة؟ وماذا حدث بينهم؟ وماذا فعل الجن في الأرض قبل خلق آدم؟ وما هي أول حرب بين الملائكة والجن؟ وما هي قصة إبليس؟ وما هو اسمه الحقيقي؟ وما سر صعوده للسماء السابعة؟ وما هي أسمائه في السماوات السبع جميعها؟ وكم عدد أجنحته؟ وما هي حقيقة اطلاعه على قصة طرده وطلب الملائكة منه الدعاء لهم؟ وما سر بكاء إسرافيل عليه السلام؟ كل هذا تجدوه في هذا الفيديو. ولكن في البداية لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس واترك رأيك في التعليقات. خلق الجن والشيطان من نار، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين، ثم كان تناسلهم مما كما قال الله تعالى: والله خلق كل دابة مما. فالمادة التي خلق الله عز وجل منها الجن هي النار، وقد جاء ذلك بعدد من الأدلة الشرعية سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وفيما يأتي ذكر ذلك. قال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، وقال أيضا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولكن متى خلق الله الجن؟ لم يحدد القرآن الكريم الوقت واليوم الذي خلق الله عز وجل فيه الجن بالضبط، لكنه بيّن أن خلقهم كان قبل خلق الإنسان، وقد جاء ذلك صراحة في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وبناء على ذلك فقد كان وجود الجن سابقا لوجود الإنس. أما صفات الجن فالجن من عوالم الغيب التي لا يمكن إدراكها إلا بما أخبر عنه الله عز وجل في القرآن الكريم أو بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته النبوية المطهرة. وبناء على ذلك لا يمكن معرفة صفات الجن إلا بما دلت عليه الشريعة وفيما يشرب بها. وقال النبي الكريم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ثانيا أنهم يتناسلون، لقد أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن الجن يتكاثرون ويتناسلون، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إني أخاف الله رب العالمين. أما الحكمة من خلق الجن فالله عز وجل لم يخلق الجن عبثا، بل خلقهم لحكمة عظيمة وهي تتمثل بعبادته وحده والقيام بما أمر به واجتناب كل نواهيه. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه المجيد عن الحكمة التي خلق الجن من أجلها، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبناء على ذلك يمكن القول بأن الجن محاسبون على أعمالهم يوم القيامة. ولكن ماذا فعل الجن في الأرض قبل خلق آدم؟ بعدما عرضنا في موضوعنا السابق قصة المخلوقات التي عاشت في الأرض قبل خلق آدم، وتوقفنا عند كلام ابن كثير بأن الله سلط الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعدهم، فماذا فعل الجن في الأرض وما قصتهم قبل خلق آدم؟ بعد أن مكن الله الجن من الأرض ظل الجن يعبدون الله تعالى فترة طويلة، ثم أتت بعد ذلك مجموعة من الجن كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، ثم قتلوا بعضهم وأفسدوا في الأرض مرة أخرى، سلط الله الملائكة عليهم وحدثت أول معركة بين الملائكة والجن.
فكثير منا لا يعلم حقيقة إبليس الذي كان أقرب الملائكة لله وأتقاهم. سنتحدث الآن عن قصة إبليس الملعون ونكشف اسمه الحقيقي وسر صعوده للسماء السابعة وأسمائه في السماوات السبع جميعها وكم عدد أجنحته وحقيقة اطلاعه على قصة طرده وطلب الملائكة منه الدعاء لهم وسر بكاء إسرافيل عليه السلام. كان اسم إبليس لعنه الله عزازيل، وهو اسم عبري أو سرياني معناه الحارث. قيل والله أعلم أنه كان من الجن الذين كانوا يعيشون في الأرض قبل خلق آدم عليه السلام، حاربهم الملائكة لفسادهم فيها فأسروه وصعدوا به إلى السماء، وأصبح منهم يتعبد ويطيع طاعتهم حتى غدا من أشرف الملائكة وأكثرهم علما وعبادة. كان عزازيل بهي صورة رباعي الأجنحة، وكان خازن على الجنة، له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض. فبعد أن طردت الملائكة الجن من الأرض وهروبهم إلى أطراف الجزر، أفسدت الجن مرة أخرى في الأرض، فبعث الله عليهم عزازيل ومعه جنود من ملائكة السماء، فألحقهم مرة أخرى بجزائر البحور وأطراف الجبال، وعاد منتصرا فخورا في أعماق نفسه، معتزا بذاته، معتقدا أنه لا يستطيع أحد فعل ما فعل والوصول إلى ما وصل من الشرف والعلم والمكانة عند رب العالمين. لم يطلع على مكنون ما في نفس عزازيل إلا الله سبحانه وتعالى، أما الملائكة فلم يعلموا شيئا، ثم وقع ما لم يكن في الحسبان. فقيل والله تعالى أعلم أن عزازيل وجد في كل موضع سجدة مكتوبا: طرد إبليس، لعن إبليس، خزي إبليس. ورأى على حلقة باب الجنة مكتوب: إن لعبدا من جملة المقربين آمره فلم يمتثل أمري، بل يعصي فأطرده عن بابي وألعنه وأجعل طاعته وعمله هباء منثورا. ذهل عزازيل وقال: من إبليس المطرود هذا؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. ثم توجه إلى الله تعالى قائلا: يا رب إذن لي أن ألعنه، فأذن له فلعنه 1000 سنة. لم يطلع على هذا الأمر عزازيل وحده، بل اطلع عليه سائر الملائكة. حين نظر إسرافيل عليه السلام في اللوح المحفوظ فرأى نفس الكلام، فبكى حتى رحمته الملائكة، فاجتمعوا وسألوه عن بكائه. قال: اطلعت على سر من أسرار ربي، وقص عليهم القصة، فبكى الملائكة جميعا وصاحوا: لا تدبير لنا سوى أن نذهب إلى عزازيل، فإنه مجاب الدعوة ومن جملة المقربين، فنسأله أن يدعو لنا عند الله تعالى. فجاءوا إليه وأخبروه، فرفع يديه وقال: يا رب أمنهم من القطيعة، فدعا لهم ونسي نفسه. أصابه الغرور لدرجة أنه لم يتصور في لحظة ما أنه من الممكن أن يكون هو إبليس المطرود هذا. هكذا استجاب الله دعائه بحق الملائكة ورقم هو برقمات الشقاء. وقال كعب الأحبار، وهو من المتحدثين عن أخبار اليهود: كان اسمه في سماء الدنيا العابد، وفي الثانية الزاهد، وفي الثالثة العارف، وفي الرابعة الولي، وفي الخامسة التقي، وفي السادسة الخازن، وفي السابعة عزازيل، وفي اللوح المحفوظ إبليس. ولفظ إبليس أعجمي لا عربي، من الإبلاس أي الإبعاد. فبعد أن دعا لهم إبليس ونسي نفسه بفترة طويلة، قال الله تعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة عن سابق تجربة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ووقع ذلك الحوار بين الله تعالى وملائكته، فقد أرسل الله جبريل إلى الأرض حتى يأتي بتربة من تراب الأرض، فقالت له الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا. فعاد إلى الله تعالى وقال: يا رب لقد استعاذت بك. فأرسل الله إسرافيل إلى الأرض فقالت له كما قالت لجبريل، فعاد إلى الله وقال: يا رب لقد استعاذت بك. فأرسل الله ملك الموت إلى الأرض فقالت له: إني أعوذ بالله أن تنقصني شيئا. فقال لها: وإني أعوذ بالله أن أعود دون أن أنفذ أمر ربي. فأخذ من تربة الأرض من طينها، من الطين الأحمر والأسود والأبيض، ولذلك خلق بنو آدم مختلفون. ثم صعد إلى السماء
فجعل آدم جسدا بلا روح، فكان يمر عزازيل بجانبه فيراه أقوف فيقول: والله لئن سلطت عليك لأغوينك. فلما أراد الله نفخ الروح فيه قال الله تعالى للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبعد أن نفخت الروح في آدم عليه السلام سجد الملائكة كلهم إلا عزازيل لم يسجد. فقال الله له حينها: يا إبليس، ما منعك أن تكون مع الساجدين؟ قال إبليس معتزا بنفسه: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني من نار. نظر للطين ونسي أن الله شرف آدم بأن خلقه بيديه، فبعد ذلك طرده الله من الجنة، وحدثت قصة الطرد المشهورة. وبعد أن طرد الله إبليس من رحمته تذكر إبليس أنه كان هو المقصود بذلك الذي ظل يلعنه 1000 سنة، ثم قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن تحت أرجلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهنا نلاحظ أن جهة وحيدة لم يذكرها إبليس، وهي من فوقهم، لأن الفوق بين العبد وربه مباشرة، فلا يكون الشيطان في هذا الموضع سبيل. فالعبد إذا رفع يديه إلى الله بالدعاء استجاب الله دعاءه. وهنا نتوقف معكم لنكمل معكم في حلقات أخرى بسبب طول هذه القصة، حيث أننا سوف نتناول في الحلقة القادمة قصة مهمة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل، فكونوا معنا. والآن نأتي إلى سؤال هذا الشهر، وسؤال هذا الشهر: ما هو اسم إبليس قبل أن يطرده الله من رحمته كما ورد في هذا الفيديو؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي المشاهد الجديد، إذا كنت إلى الآن لم تشترك في القناة اضغط إعجاب واشترك وفعل زر الجرس، وشارك رابط هذا الفيديو لمن ترى أنه قد يستفيد من هذه المعلومات. إن أحسننا فمن الله، وإن أسأنا فمن أنفسنا والشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.